إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أحييكم وأرحب بكم، وأسأل الله عز وجل من جديد أن يوفقني في الأداء ويوفقكم في حسن الإصغاء. توقفنا في حلقتنا السابقة عند أمر هام، ما زلنا نتكلم عن ساعات السماء، لأن السماء كما السماء وما في السماء وما أشياء، يعني ولا ندري أين تنتهي ولا أين حدودها، وكل ما نتكلم عنه يعني هذه، ونتكلم عن ما يسمى باللغة الإنجليزية يعني observable universe، يعني العالم المرئي، العالم المرئي يعني فيما يعني المشاهد يعني تقريبا بالوسائل العلمية، هو ما المجرات التي تبعد عنها تقريبا 13 ألف مليون سنة ضوئية، مسافة هائلة جدا. السؤال، هل هذه المسافة، هل هذه المجرات هي نهاية العالم؟ لا ندري، من يستطيع أن يثبت لنا ذلك. ربما كانت هذه كلها ما زالت في سماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا مصابيح السماء الدنيا، يعني هذا المجرات وهذا الضوء اللي يجي منها وهذه النجوم وهذه المكونات المجرات هي النجوم وإلى آخره، هذه كلها مصابيح، وهذه ربما السماء الدنيا، لا ندري ما وراء هذا، ويخلق ما لا تعلمون، والله رب العالمين مش عالم، عوالم لا ندركها ولا نعرفها ولا نستطيع أن نصل يعني إلى ندرك أبعادها وفهمها. وقد تكلمنا حتى عن الثقوب السوداء وعجائب الثقب الأسود، إنه حجمه يعني كد وزنه وزن ما يساوي وزن الكرة الأرضية أكثر من 6000 كنتريليون طن، يكون مجمع في يعني في حجم نصف كرة الجولف اللي يلعبوا بس الجولف اللي يلعبوا بس فوق الحشائش، ولا هذا مش مثل الكرة لكن نصفها، يعني هذا كل حجم يعني كتلة الكرة الأرض كلها يعني وزنها يعني سيكون في ذلك الحجم. وكم هذا في علم الله، ولا يعلم ما يعلم شيء إلا رب العالمين، الله الخالق هو الذي يعلم ولا نعلم، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإحنا تكلمنا إحنا ما نقول عن الساعة في الكون، وقلنا أنه في الساعة يعني وصلت أبصارنا وبصائرنا وعقولنا يعني حائرة حاسرة، حتى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير ما فيش، حاسر حاسرين احنا ما نعرفش، وصلنا حتى الأشياء اللي نعرفها اللي بنشوفها بعيننا وصلنا إلى حقيقة أنه إحنا نعم نرى، ولكن لا نجزم ولا يجوز أن نجزم ولا يمكن علميا أن نجزم بأنها ما زالت كائنة. هذا النجم اللي يبدو بسرعة أقرب نجم لا عندك، هذا كان وضعه قبل 4 سنوات و4 أشهر تقريبا، هكذا كان، واللي بتشوف أنت بتشوف اللحظة حقا اللي كان في ذلك الوقت، ولو كنت أنت هناك بتشوف الأرض أنك بتشوف الأرض يعني أيضا كيف كانت عليه قبل 4 أشهر وقبل 4 سنوات و4 أشهر، ولو كنت في مستقر ما يسمى بالشعراء اليمانية هي نجمة لامعة وهي ألمع النجوم في السماء يعني بعد الزهرة، يعني فإن المسافة ضعف هذه، معناه لو أنك كنت هناك وكان معنا مجهر يعني علمي سحري نرى ما بيدور في الأرض في الوقت اللي احنا هناك، لو كنا احنا في كوكب في عند هذا من كواكب هذا النجوم وبنشوف الأرض، فإننا سنرى الأرض اللي بنشوفها، افترض احنا وانتم ان احنا هناك الآن وان احنا بنشوف يعني ماذا يدور في الأرض، احنا بنشوف الأرض التي كانت قبل ما يقرب من 9 سنوات وليس أرضنا حق اليوم، يعني الناس قد ماتوا قبل 8 سنوات، يعني هم ما زالوا بيمشوا بالنسبة لنا، عادوا أحياء سائرين جايين ما قد درش عليهم شيء، وإحنا يعني وناس قد ولدوا لكن ما نبصرهم، ما نبصرهم لا، ويعني بعد كذا كذا أنا أشوف ميلادهم وهكذا. إحنا في الحقيقة محجوبين و
ممنوعين نقول هكذا، يعني في خلقنا وقدراتنا بيننا وبين هذه الحقائق سد لا يعلمها إلا الله، وهو اللي خلق النواميس والقوانين التي تسير الكون وتسير الأمور كلها، مقاليد الكون ومقاليد كل شيء بيده. خلق الله عز وجل ما خلق الكون وخلق النواميس، خلق له قوانين. وأنا شيء أتكلم وأوقف هذه اللحظة وأريد أن النظر فيها. هناك قوانين أرضية في كل بلد يعني بحسب ظروفه وحسب دساتيره وحسب إلى آخره. فمثلا قانون المرور هذا يعني في أي بلد تقريبا هكذا، يعني أنه يخضع لهذا يعني لإرادة شعبية يسموها إرادة شعبية، وهو يعني موافقة السلطة والموافقة الشعبية من الشعب، يعني هو اللي أصدر هذا القانون عن طريق البرلمانات ومجالس نقول مجالس الشورى وإلى آخره. فه يعني إذا كان البرلمانات أصدرت هذا القانون وموافقة السلطات يعني العليا أصبح قانون، ويعني من يخالف هذا القانون له عليه جزاءات يعني محددة، هذا إحنا كلنا نعرف. لكن حتى هذا القانون اللي أصدرته إرادة الشعب نقول في أمريكا مثلا أو حتى في روسيا أو أي في بلد من البلدان، في الصين هذا البلد الكبير الذي يعني يزيد سكانه عن 1,000,000,000 وكذا إلى آخره، يعني أصدروا قوانين خلينا نقول قانون المرور، هذه إرادة نقول شعبية، إرادة نسميها نقول إرادة أكثر من 1,000,000,000 آدمي فعلوا هذا أخرجوا هذا القانون. لكن هذا القانون يمكن اختراقه، يعني واحد يقدر يعني إشارة المرور، يعني ممكن واحد يعني يخترق ولو أن إرادة شعبية أنك ما تخترقش ولا كذا ولا كذا، وبأفعل على هذا جزاءات لمن يخترقه على من يخترقه. لكن في الأخير بالإمكان أنه يعني يخترق هذا القانون، هذا قوانين وضعية، قوانين من البشر. لكن القوانين السماوية ما حد يستري يخترقها ولا حد يستري يتجاوزها ولا هناك مجال لتجاوزها أبدا أبدا أبدا. ولذلك احنا نسميها سنن ونسميها، وإذا كان اختراق فيها ما يقدر الذي أوجد هذا القوانين وهذا النواميس، وهو الله عز وجل الذي خلق، هو الذي يستطيع أن يخترقها. واختراقها يعتبر آيات، لأن خروج عن الشيء الذي احنا نعتاده. احنا مثلا في يعني أن تلد يعني أن يولد المسيح من دون أب، هذا آية، هذه آية يعني، لكن هذه ليست يعني في حياتنا ما يمكنش يكون واحد يكون يعني من دون أي واحد من دون أب وأم، لكن إذا كان في اختراق فهذه آية. وكذلك في الآيات التي أنزلت على الأنبياء وكل واحد والمعجزات إلى آخره يعني آيات. فإحنا لا نستطيع أننا نخترق النواميس الإلهية. خلنا نرجع يعني في علوم الفيزياء، نقول نيوتن وقوانين نيوتن. طبعا هذا الناس أعتقد من المشاهدين الذين لم يدرسون هذا القوانين تقول قوانين الفيزيائية، ولكن أذكر فقط أنها قانون نيوتن، القانون الأول والقانون الثاني، هذه القوانين لم يضعها يعني نيوتن، إسحاق نيوتن ويسموه بالإنجليزية إسحاق نيوتن، لم يأتي بها هو، لكنه أصاغ القانون الإلهي إلى قانون رياضي، يعني أخرجه وهو بالأحرى. يعني إذا كان من زمن نقول قبل، كان نقول قبل 1,000,000 سنة، ما عاد نقولش 1,000 سنة ولا 10,000 سنة، لو كان أخذت أنت حجر وضربتها في يعني في مكان ما، أدفع الفعل بكثرة، يعني القوانين هي حددت هذا، كتلة الحجر الشيء اللي أترمي به والسرعة التي أطلقت بها وإلى آخره، وكم سيكون الفعل هناك، هذا يحسب بالرياضيات. وهذا حتى في حياتنا اليومية، اليوم مثلا نقول أن هذا مدفع، مثلا المدفع يعني فيه الماسورة وفي يعني القذيفة اللي بتوضع يعني في بطن المدفع، وعندما يعني تحرك هذه أو تفجر القذيفة أو يفجر الغاز دي فيها، فيكون هناك يعني حيطان المدفع الماسورة من كل مكان مغلق، ما مع القذيفة هذه لا تخرج من من فم الماسورة، وكل ما كان طول الماسورة أطول كل ما كان تسارع، لأن في كل لحظة
تزداد سرعة الغاز يعني بيزيد حتى تكون أكثر سرعة للقذيفة عندما تكون في فوهة المدفع عند الخروج، وبعد ذلك بتخضع يعني، وهي حتى لو كان في بطن المدفع بتخضع لجاذبية الأرض، لكن هناك ما عبش قوة بتدفعها قدوة الدفع خلاص انتهى يعني بعد مغادرتها لفوهة المدفع، لكن ثقلها يعني معنى ثقلها أن جاذبية الأرض تجذبها، فهي تحت قوة يعني قوة القذف الذي خرجت من فوهة المدفع وقوة الجذب حق الأرض تجذبها إليها، ويعني كل فترة سيكون ستتضبط هذه السرعة إلى أن تصل إلى معنى أن الجاذبية الأرضية في الأخير ستجذب وتنزل في الأرض، لكن إذا كانت القدرة أكبر يعني المدى أبعد يعني بحكم الغاز اللي بيخرج يعني من القذيفة نفسها يعني يخرج من فوهة المدفع فإنها ستصل، فالفارق أنه سيكون المسافة أطول أو تكون المسافة أكثر، ولكنها سنتهي في الأخير إلى يعني أن تسقط في الأرض. هذا بحسابات محسوبة حسابات، ويجب أن تحسب حسابات دقيقة، وكذلك حتى في الرصاصة في يعني في المسدس يعني نفس الشيء، وكذلك حتى في البندقية يعني كل هذا محسوبة بحسابات، وحتى يعرفوا كم القدرة وكم القوة وكم 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 الأشياء كلها محسوبة، لكن كيف سيكون بالنسبة لحركات الأرض وحركات النجوم وحركات الكواكب وحركات المجرات والحركات هذه كلها، من يعني يتحكم فيها وكيف نواميسها؟ فهناك دقة إلهية لا نستطيع نحن أن نغير فيها شيء. فإحنا لو كان لنا ما حدش يستطيع يقول أننا سنخترع شيء أو سنصل إلى علم يمكننا من أننا نبطل مفعول هذا القانون الإلهي، هذا لن يحدث أبداً، لن يحدث أبداً، والكل مجمعون على أننا عاجزون عن ذلك، حتى الكافر والملحد الذي يخترع الصواريخ ويخترع يعني مركبات فضائية ويخترع يعني قنابل ويخترع 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 أشياء كثيرة، لا يستطيع أن يعني يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد الإقرار بأن هناك بهذه النواميس اللي بتكلم عليها والقوانين الإلهية. ولو كان له فكرة على فكرة أخرى لا يصلح أن يكون مهندس، ولا يصلح أن يكون مفكر يعني علمي، ولا أن يكون باحث، ولا أن يكون أستاذ. ولذلك هذا هو كما لو كان عهد لله على الناس بأنهم قد أدركوا هذه الحقيقة ومع ذلك يكفرون، لأنه ليس في مقدورنا أننا لا نخلق شيء يعني أصغر من الصغير، شيء اسمه شيء لا ذرة ولا أصغر من الذرة ولا هذا بالقوانين قوانين الفيزياء، ولا نستطيع أن احنا نعدمه وهو موجود بالقوانين، فنحن لا نقدر نبدأ خلق ولا نقدر أن احنا ننهيه ولا 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 إلى آخره. احنا قد نقول مثلا هيا طيب يعني خلينا نقول إن هذا قطرة الماء ولا هذا الكاس اللي في الماء اللي في الكاس اللي عندك ولا كان هذا مشد داري ما هي أولوياته، ولكن هذا قد يكون أتى عليك من كل القارات في العالم هذا الذرات الموجودة فيه، لأنه في خلال عمر الأرض الطويل هذا آلاف الملايين من السنين يعني سارت ونزلت أشياء وطلعت وانتقلت من قارة إلى قارة إلى بحر إلى بحر إلى محيط إلى نهر إلى تراب إلى صخر إلى حتى وجاءتك في الأخير فيها، ولا تدري أيضا أن سيكون نهاية هذه الأشياء. حتى أجسامنا نحن المكونة لأجسامنا يعني المادة المكونة لأجسامنا هي أيضا بنفس الطريقة، فنحن لا لنا حدود لا نستطيع أن نتجاوزها ولا أن نغير في قوانين النواميس الإلهية، لأن هذه الأشياء اللي خلقها هو الله عز وجل وهو القادر على تغييرها. على كل حال أدركنا الوقت من جديد، وإن شاء الله نلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.